ممكن يبقى جارك، ممكن يبقى زميلك في العمل. فدي في حد ذاتها اعتقد نقطة جذابة او نقطة مثيرة، ان انت تبقى متخيل ان ايه ده، انت بتسألني اسئلة وممكن تطلع بالليل تعمل حاجة يعني. عارف استاذ طارق، بنرحب بيك. وتجربة النهاردة صعبة، تجربة بدم بارد سمعتك بيه. لا ده حقيقي صعبة جدا 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 بصراحة. عدى سنتين طبعا بنحضر شغالين على المسلسل ده، تفاصيله كتيرة جدا، انتاجيا مرهق جدا، بس يعني اتمنى التجربة تكون كويسة وتعجب الناس في الاخر. ايه اللي شجعك على انتاج عمل بالقلق ده؟ والله الموضوع ببساطة ان انا بحب النوع ده من المحتوى موجود في الاجنبي، وبحبه، وانا كنت حاسس ان هو يعني ينفع جدا ان هو يتقدم بشكل باللغه يعني بالعربي لجمهور مصري او جمهور عربي بصفه عامه، وتبقى حاسس ان هو طالع من عندنا وحقيقي. فبالتالي قررت افوض المغامره دي، ويعني ان شاء الله يكون انت كويس. التنسيق تم ازاي مع شاهد وليه تحديدا شاهد؟ انا منصات كتير موجوده دلوقتي. طبعا هم طبعا التعامل مع شاهد ان طبعا المنتج بيقترح عليهم اعمال، وهم بيقعدوا يفكروا فيها، طبعا بيجيلهم مقترحات كتيره جدا بيقعدوا يفكروا فيها، وبعدين هم بيقرروا هيخشوا في انهي مشاريع. فليه هم اختاروا المشروع؟ طبعا انا للتحديد طبعا ده ممكن يبقى سؤال يوجه ليهم، بس هم بصفة عامة أنا شايف إن هم طبعا بيخاطبوا فئة عمرية أصغر من الفئة العمرية بتاعة التلفزيون، وهم بصراحة عندهم كذا تجربة ناجحة جدا ومختلفة عن المألوف، فمش غريب عليهم يعني. ليه تحديدا شخصية سفاح الجيزة؟ أعتقد إن الشخصية والقصة دراميا كانت أكتر قصة أو من أكتر القصص من وجهة نظري ينفع إن هي تتحكي بشكل درامي. وبعدين نقطة القوة من وجهة نظري في الشخصية ان هو شخص عادي، ممكن يبقى جارك، ممكن يبقى زميلك في العمل. فدي في حد ذاتها اعتقد نقطة جذابة او نقطة مثيرة، ان انت تبقى متخيل ان ايه ده، انت بتسألني أسئلة وممكن تطلع بالليل تعمل حاجة يعني. عارف حسيت ولا لا كوزين فن. العمل 8 حلقات نقدر نقول، هل هيتعرض بشكل اسبوعي على مدى شهرين مثلا، ولا هيبقى العرض طريقته ازاي؟ لا دي طبعا بتبقى مع شاهد، هم المنصه بقى، فهم اللي هيعلنوا عن ازاي هيتم عرضه يعني. عايز اعرف منك العمل والتعاون مع فهمي وراكين والكرو كله بقى، الاستيار بيتم ازاي؟ والله هي هو طبعا الشغل مع فهمي رائع، لان هو انا بحاول اعمل في مشروع احنا بندخل فيه حاجه مختلفه وتكون مميزه، وفهمي عنده وهو ده نفس الهدف بتاعه. فالتعاون مع فهمي كان لطيف، كنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في حاجات اصغر، بس كان اشتغلنا مع بعض يعني. راكين اعتقد ان هي موهبه ما يختلفش عليها اتنين، والشغل معاها كان رائع. وطبعا هادي البابوري برضه كمخرج طبعا ما يختلفش عليه اتنين طبعا، والشغل معاها فعلا كان هايل وبيدقق في التفاصيل كلها، ويعني ضاف كتير للعمل. اتوقع ايه للعمل بقى ان شاء الله؟ نعم؟ اتوقع ايه للعمل؟ انا عارفش اتوقع بقى، ما اتوقعش، بس اتمنى ان هو يعجب الناس، لان يعني كل حد في المشروع فعلا تعب في المشروع جدا، فأتمنى أنه ينجح للناس تحس بالتعب ده ويعجبها ده، علشان كمان يبقى فيه نوعية محتوى مختلفة بيتم تقديمها. ما هو زي ما المشاهد في الأفلام السينما أنت بتذكرة بفلوس، بتطلع فلوس من محفظتك، وتمن التذكرة هي اللي بتخلي نوعية دي من الأفلام تكمل أو ما تكملش، أو النجم ده يكمل أو ما يكملش، أو الشركة المنتجة دي أو سيان. في المنصات مشاهدة الناس للعمل وتشجيعها ليه بالذات لما يكون تجربة مختلفة يخليني في تجارب كتير مختلفة تظهر. نعم، شكرا جدا، شكرا لك.